both values لاحظ هون عندنا c function وعندنا تأخذ ثلاث متغيرات p and a and b and c نحط هون 0 أو 1 أو 2 أو أي رقم فهاي default value في حالة ما سناش قيمة هاي الفانكشن 3 الصف سي 0 فإذا احنا عملنا run هنحط هنا فيش ما عندنا لاش ولا اشي execute compile run صفة 3 الجواب إذا تلاحظوا هون فهو إيش عمل؟ أخذ 1 حطه بالـ A وأخذ 2 حطه بالـ B بعدين يعني we pass هاي assignment statement هون زي ما بتحكي تساوي 1 هسه لما نعمل pass بس هاي استخدم إيش؟ zero as default value. Default value يعني إذا أنت مرسلت إشي من هون حط من عنده القيمة zero. طيب لو هسا أرسلنا له 3 من هون هيطبع 6 لأنه هاي 3 صفت هون equal to 3 جملة assignment statement I mean جملة إعلان أو variable definition صارت هون تعريف هذول الإعلان اللي هون فهسا إذا عملت run راح يأخذ الثلاث ما بأخذ الزيرو ما بحط زيرو فبتعمل كمان run فهي صارت 6 هي هون استخدم الثلاث بدل من الزيرو هسه ممكن يعني بنحط بس بدنا نبلش نحط الأصائل يعني نعمل ديفولت من هون مش من اليسار اليمين فبنحط من هون 10 مثلا وبس عدد هذول هاي 1 2 وبنودي بس 1 هسه نستدعي 1 شيل الفاصلة لازم يكون في تطابق بالاستدعاء هون فنعمل executor compile run راح يطبع 11 اي 11 هون هو اخذ العشرة كديفولت values هون default يعني حطها تلقائي لانه انت ما عديتها من هون وحط صفر للسي وهون من اليمين للشمال بضلك رايح بتحط 20 وبشيل هاي فبحط يعني هيك بزيح ما بتعدي ولا قيمة هون بعدين تعمل رن كمبال الرن فراح يطبع 30 زي ونقدر نعمل نفس الاشي بعطار تاز default values in the function بنروح نشيل هاي وين بعطار هاي بعطار so بعطار بنعمل function define نفس الاشي بنعمل x y z نحط هون مثلا 5 افتح بالي print x plus y plus z هون بعدين نستدعيها من برا اللي هي بنودي لها fun هاي 1 1 1 هاي الحالة راح يطبع 3 لأنه هاي صارت 1 عندنا لها 1 وهاي كمان assigned إلت to it 1 بس هاي فيها default values اللي هو 5 فهسه الواحد
لأنه عديناه فإله الأولوية طلع الصف الزي واحد فلما نطبع ثلاث الجواب ثلاث يس هاي الجواب ثلاث تلاحظوا الآن لو إحنا ما ودينا هاي كقيمة لاحظ إيش راح يصير عندنا؟ يصير عندنا واحد وواحد وخمسة الجواب سبعة لأنه نجمعهم واحد واحد وسبعة فهم؟ هاي الجواب سبعة فإذا إحنا نعمل هنا default values بنبلش من هون من عند اليمين وبعدين نقدر نزيد هون مثلا هون زيرو ونظل رايحين زي هيك فهم؟ سبعة حطنا زيرو بس بدنا نشيل هاي هسه بطبع خمسة واحد ستة ستة هيا هون ونقدر نحط هون كمان default value بس الاشي اللي ما نقدر نعمله يعني ما نقدرش نبلش من هون زي هاي هاي واي ما نقدرش نعمل أول وحدة default values لازم نبلش من عند الزي إذا عملنا زي هيك error say error oops وين راحت الواي فاي من هاي الفايل فايل فايل نيو فايل او ديف فان او ما نقدرش نعمل زي هيك واي ايكوال زيرو بعدين زي لازم الماوس لازم نبلش من عند الزي ونروح هيك بهذا الاتجاه هسه عندنا function overloading ايش تعني overloading؟ انه بتقدر تعمل اكثر من شغلة صح؟ overloading زي ايدك تكتب فيها تطبع فيها اذا فكرت بايدك كfunction في العادة function تعمل شيء واحد بس اذا كانت زي whatever زي مثلا عصارة زيتون تعمل فقط عصير زيتون بس you can overload it تعمل عصير برتقال وعصير تفاح اللي بدك نفس الاشي كيف نعمل overloading او زيادة بالحمل سي بلس بلس بتلاحظ هذا اسمه function signature المنطقة المظللة هاي signature شو يعني signature زي هيك توقيع الفانكشن هاي signature توقيع هاي المميز للفانكشن اذا احنا بدنا نعمل function overloading لاحظ هاي نفس الاسم وهاي نفس الاسم بدنا نغير في البارامتر ليست هاي سموها parameter list زي هيك انا قائمة comma separated list زي هيك parameter تنكتب parameter زي هيك أو فهذول البارامتر لازم يختلفوا بطريقة معينة يختلفوا من حيث العدد لاحظوا هنا int و int أو يختلفوا من حيث الداتا تايب لاحظوا هنا c char وهنا int فهسه لو عملنا run هنا compile run فان بدنا نعمل عديلها قيمة اثنين كمبايل ران وعندنا جواب اللي هو اثنين هون هسه
إذا بدنا نستدعي الثانية نستدعيها بالاسم fun 1 2. لاحظ هذا الاسم هون هو نفس اللي هون. شو الفرق؟ الفرق انه في function ثانية overloads الفانكشن الأولى اللي هي ولو استدعيت فان كمان مرة وحطيت سي كاركتر كمان كلهم الثلاثة نفس الاسم. فبينا نفس الاسم سموها overloaded يعني تعمل أكثر من شغلة. بس هم هيك عملوها عرفوا ثلاث فانكشنات نفس الاسم اختلاف بينهم هو بالباراميتر ليست او هذول. هسه الكومبايلر طبعا اظن الاسم هو عنوان الكومبايلر بعيد تسميتهم بضيف لها اكستنشنز هاي واحد هاي اثنين حتى يميز بالعناوين. بس احنا نشوفها كانوا نفس الاسم. نفس الاشي نعمل بالبايثون. هسه بايثون كيف نعمل function overloading تختلف. ليش؟ لأنه ما عندناش data type زي C أو مثلا print x plus y plus z. عملنا استدعاء مع الناس data type هون زي c زي فهم. تلاحظ هون عندك int int بس هون مع الناس ال int الفاليو اللي بتقرر ال data type اللي بنعديه. فبالتالي تركبنا عمل overloading نحط default values مثلا واحد هاي مرة زيرو أبس y equals zero هاي نسميت نحط على اثنين. الآن لما نعمل overloading بالأسلوب لاحظوا كيف الاستدعاءات نفس الفانكشن بس different parameter list أو different values or arguments هون. هون هاي بسموها positional arguments هون. فشو بنعمل؟ لما نكتب fun مثلا زي هيك fun واحد fun واحد اثنين 3.1 واحد 3.1 عندي مثلا ليست اشوف الليست بتشتغل واحد اثنين. فهي صار عندنا نفس الآلية بتلاحظون نفس الاستدعاءات كأنه هذول بيختلفوا وهون في اختلاف كمان. فلما نعمل run a s this well the list ما اشتغلتش لأنه default value int. بنحط بنزيح هاي الديفولت بنحط ليست هون واحد زي هيك ونشوف نجرب كونكاتينيت ليست انت انت. طبعا صار عندنا مشكلة هون ما نقدرش نعمل ليست مع انتجرز. نروح نعمل رام
فهذا هسه ظبط، بس طلعنا زيادة هون الاوتبوت. فلاحظ انه شو صار عندنا، انه اختلفت الارجمنتس او القيم اللي بنعديها للفانكشن هون، وبالتالي هاي فانكشن اوفرلودنج. نفس الكونسبت انه هاي فانكشن تعمل اكثر من شغله، بس ممكن نميزها بشغلات ثانيه انها تعمل اكثر من شغله. فبنحط مثلا f z equal equal 1، طبعا الشغلة هي ايش تعمل output apps i print مثلا x else print x and y زي هيك. فإذا كان زد تساوي واحد ممكن بنعدي الزي من هون. شوف نحط واحد هون print x، نزيل نزيل هذا هسه نشوف شو صار هون، لأنه ما حطيناش قيمة هون بالاستدعاء. run ما نقدرش من هون، لازم نودي لها some list. طبعا هون احنا كمان مش مقدرة تعمل تاخذ انها ليست، فبنودي لها هاي واحد اثنين ونعمل ران. شايف؟ طيب لو عملناها زي هيك فان نفس الفان، بس ودينا زيرو، هننسخها كابي بيست، ضفنا زيرو هنا للزي، طبعت واحد المرة الثانية، هاي المرة الأولى طبعت واي، لأن عدينا واي واحد فصارت هاي محل الديفولت واحد، والزي صارت زيرو. لما جينا لهون زي ما تساوي واحد else print واي، فهسه العملية إنه صارت هاي overloaded، لأنه هاي بتعمل إشي وهاي بتعمل إشي. أوكي، فالفانكشن فان عملت أكثر شغلتين، وهيك استخدمنا نفس الاسم فصارت اوفرلود للاستدعاء. اوكي شكرا. well listen اوكي هسه نسي في عندنا فانكشن اسمها ال line. اوكي بنسوي زيها بايثون وجافا بسموها لامدا فانكشن. كيف نعمل لندا؟ well زي هيك، لأن لندا function definition هي زي إنه function أو بسموها أحيانا anonymous anonymous زي هيك، غير معروفة أو غير فعليا معرفة كفانكشن. نحط هاي اسم الفانكشن هون من كتب x مثلا، أو نسميها fun
equal to lambda. بعدين بنحط البارامتر ليست اكس واي. بعدين هاي البوزيشنال ارجيومنت. بعدين هذا الفانكشن بادي مثلا اكس بلس واي. بعدين كيف نستدعيها؟ نستدعيها بالاسم مثلا فان زي او برنت فان واحد واثنين تطبع لنا ثلاث فان هذا طبعا ثلاث. طبعا هذا اسم الفانكشن هو كمان متغير بتعيد القيمة له. ولامدا هي keyword هاي البوزيشنال ارجيومنت. فهون اذا بدنا نكتبها زي هيك فان is a name and also variable اللي بدك تسميه زي هيك. ولامدا is keyword and in my lambda function or inline function or anonymous function or x, y are the positional arguments where x plus y is the body. بس هي تعمل only well مطلق الفانكشن هي تعمل شيء واحد only what the lambda function only does one thing شيء واحد. يعني ما نقدرش نحط فاصلة منقوطة ونكبر البادي. يعني مجرد ما حطيت فاصلة منقوطة انت خارج البادي. نقدرش نقول x تساوي x plus plus ولا plus 3 فحطينا error. صار شو صار؟ انا سكر هاي block comment on run well x is not defined. فصير عندنا مشاكل هون. بس شيء واحد بدنا نشيل هاي. اوكي فاذا انت حطيت اشي مثلا ثاني هون x تساوي 5 هذا مش جزء من الفانكشن. هاي جملة جديدة فانكشن لحد هون بس سطر واحد. الاكس هسه صارت هاي ما لهاش علاقة بالموضوع كأنك حطها زي هيك. اوكي لأنه فيش باوندري له. فهذا البديل. اوكي بيسكلي اذا بتعمل لمدة ثانية ممكن تعمل لمدة ثانية بهذا الاسلوب x وبعدين ولا x y تعمل اشي ثاني مثلا squared x power هاي run هاي واحد واحد اثنين واحد سكوير هو واحد. فبالتالي هون تعمل بدك اياه هون هاي البارامتر ليست ممكن تعدي واحد ثاني هون هذي ثالث زي وتحط هنا بلس زي هتعمل ران أوبس missing one required positional argument لما تستديها لما تستديها كمان بدنا نعدي لها قيمة هون
خمسة، حتى جواب بقى ستة. ممكن تحط هون مثلا، نحط هون import، هاي import character، import math، وتحط هون plus log 10 كأنه زي، أو بدك تحط هون math اسم الكلاس دوت. لا تعمق معنا شو بدها تشتغل، بعدين نروح للماث كلاس، وهي طلع الجواب. أو بتحط ساين ساين زي هيك زي عن هاي بيسكلي ال اللامدا فانكشن. ممكن تحط ماث. اوكي، مثلا استخدمنا اللامدا هون، هاي ليست أن هنا mapping method نستخدم فيها lambda، هاي list list 1، هاي list نحولها إلى list of integer بس هي list of strings، فنستخدم lambda list map int. طبعا list تقدر تستخدمها إلى حالها هون، تحط float إذا بدك، بس هذا ال body of lambda، وهاي ال argument اللي عدينا لها إياها positional argument، وهاي الفانكشن وهاي كيورد. هسا نعمل هاي، نسري هاي الفانكشن زي هيك مباشرة، بس احنا لازم نحطها بليست عشان ما تطلعناش العنوان، نحطها بليست جديدة هون، بعدين برنت ليست، فإذا عملنا ران زي هيك بطلع لنا ليست. نفس الاشي هون عند zip function، هنقدر zip a list to list together لحاله هيك، بعدين نفس الأسلوب بنحولها list، أو نستخدم كمان dictionary إذا بدنا nzip to dictionary، نفس ال to list بنحولهم dictionary، نستخدم هاي dictionary constructor للdictionary، بعدين k، بعدين print ديكشنري، نطبع ديكشنري، هاي الديكشنري هون. الآن نقدر نستخدم لامدا، نعمل نفس الاشي زي هون، هذا البادي وهاي الارجمنت، فبنعدي لها تو ليست الفن اللي هي هاي، بعدين لازم نحولها عشان نقطع العنوان نستخدم الكونستراكتور، بعدين print dictionary، فممكن نحولها tuple كمان، نحط tuple fun xy the two list بنحولهم tuple و print tp، أو نستخدم loops إذا بدك طريقة ثانية. هذا tuples هون، dictionary هون، وهذا عملنا ديكشنري مرتين لأن واحدة زب لحالها واحدة مع اللامدا. أوكي، شكراً.